متواصلون معكم مشاهدينا الأفاضل وعلى المباشر. وصلنا الآن إلى موعد الفقرة المحلية تأتينا من محطة ورقلة الجهوية مع فاطمة الزهرة بن عرفة. مساء الخير فاطمة الزهرة، إليك. مساء الخير زميلتي وسيلة، مساء الخير مشاهدينا الكرام، أهلا بكم. إذا كما أسلفت وسيلة، موضوعنا اليوم حول قطاع أو واقع قطاع السكن بولاية غردية. نقاط عدة سنحاول الوقوف عندها، من بينها توسيع الحظيرة السكنية بولاية غردية في مختلف الصيغ السكنية، من بينها الإيجاري، الاجتماعي، التسهمي، والسكن المدعم، وكذا التجزئات الاجتماعية. في المقابل تعرف الولاية تأخرا في إنجاز بعض المشاريع السكنية في مختلف الأنماط، فما هي الأسباب التي أدت إلى التأخير في الإنجاز، وما هي الحلول المتخذة لاستدراك التأخير، ومشاريع في الأفق ضمن برامج سكنية جديدة عبر مختلف بلديات الولاية. ضيفي اليوم السيد عبد الحليم ملاط، مدير السكن بولاية غردية. أهلا بك سيدي. أهلا وشكرا على الاستضافة. شكرا جزيلا على تلبية الدعوة. شكرا. في البداية سيد ملط، عرفت ولاية غردية قفزة نوعية في جميع السياق، وهذا خلال السنوات الأخيرة. حدثنا أكثر عن توسيع الحظيرة السكنية بولاية غردية. بالطبع كما تفضلت سيدتي، فإن الحظيرة السكنية للولاية غردية التي تبلغ لحد الآن 128 ألف وحدة سكنية عرفت توسعة جد معتبرة خلال السنوات القليلة الماضية، أي منذ 2015 إلى حد 2018 عرفت توسعة بعدد يقدر ب 26 ألف وحدة سكنية موزعة على مختلف الأنماط، منها السكن الاجتماعي اللي عرف زيادة ب 2900 وحدة سكنية، وعن السكن الريفي وين عرف عدد السكنات التي تم استلامها هي 10400 وحدة سكنية، والسكن في إطار التجزئات وين عرف 12000 وحدة سكنية. نعم، ما هي الصيغة السكنية التي يكثر عليها الطلب سيد ملاط بولاية غردية؟ فيما يخص الصيغ، هناك عدة صيغ يتم نلاحظ عدة طلبات عليها، وخاصة هناك صيغتين، هو صيغ التجزئة الاجتماعية بحيث يتم إعطاء إعانة زائد إعانة بمقدار 100 مليون سنتيم زائد قطعة أرض، وكان الصيغة الثانية هي السكن الاجتماعي، لذلك يعرف الطلب جد معتبر على مستوى الولاية. ذكرتم أنه في بعض الصيغ السكنية التي يكثر عليها الطلب كالتجزئات الاجتماعية والسكن الريفي وغيرها من السكن. متى ستوزع هذه السكنات على مستحقيها، خاصة ما تعلق بالتجزئات الاجتماعية، والمواطنون يتساءلون متى سيتم الإفصاح عن قائمة المستفيدين؟ بما يخص التوزيع، فإن هناك لجان تقوم بدراسة جميع الطلبات المودعة. فيما يخص التجزئات، فإن جميع البرامج المبلغة لجميع البلديات تم توزيعها، إلا في بلدية غردية وين هناك 3800 وحدة سكنية، تتم اللجنة الدائرة بدراسة الملفات بحيث عرفت عدد الطلبات 18000 طلب تم تسجيلهم لهذه الأخرى. هناك لجنة تقوم بدراسة جميع الطلبات من أجل إعداد القوائم النهائية، وتكون القوائم المثلى إن شاء الله بدون إقصاء أي واحد. أما هناك ثاني بعض الأنماط، منها نمط السكن الاجتماعي عبر الولاية، من هناك في حوالي 2000 وحدة سكنية سيتم ثاني الإفراج على قوائمها في أقرب الأجل إن شاء الله. نعم، وضمن المشاريع السكنية الجديدة استفادت ولاية غردية من 500 وحدة سكنية ضمن صيغ السكن الترقوي المدعم الألبيا، وسيتم توزيعها عبر بلديات الولاية في الأيام القادمة. وبلدية غردية أخذت يعني حصة الأسد، الحصة الأكبر ب 200 سكن. نعم كما تفضلتي، فإن
البرنامج الجديد الذي تم تسجيله لفائدة الولاية في إطار برنامج السكن المدعم العمومي المدعم الألبية بالصيغة الجديدة، أي الصيغة الجديدة تاع 2018، 500 وحدة تم توزيعها على معظم بلديات الولاية، إلا أن في بلدية غردايا سيفري عرفت حصة الأسد 200 وحدة سكنية، وهذا ناتج للعدد الطلبات الكبير الذي هي بمقر الولاية، وإن تعرف عدة طلبات وطلبات كبيرة لهذه الصيغة، وسيتم إنجاز هذا المشروع إن شاء الله في منطقة بحي بوهراوة إن شاء الله. يعني للتوضيح، صيغة التساهمي هي الألبية، يعني سابقا كانت صيغة التساهمي كانت الآن أصبحت الألبية. نعم، كانت في البرنامج الخماسي الأول كنا نسموها التساهمي، خلال التساهمي الثاني والبرنامج الجديد 2018 سيلا البيا سكن العمومي المدعم. وهناك بعض الاختلافات فيما يخص اختيار المرقيين واعداد القوائم، اما الصيغه في مجملها يعني هي نفسها الصيغه نفسها. إضافة إلى هذا وضمن المشاريع السكنية الجديدة بصيغة الـ LPP والتي تختلف عن السكنات الاجتماعية وعن سكنات عدل. نعم، هناك برنامج ولو برنامج قليل، هو 50 وحدة سكنية تم تسجيله لفائدة الولاية، وهذا ناتج ل يعني ما فيش طلب على هذا الصيغة، ضعف الطلب لهذا البرنامج في خاصة في ولاية الجنوب وولاية غردايا بالخصوص، بحيث أن البرنامج الأولي اللي كان مسجل لفائدة الولاية كانت 1500، بما أن الطلبات كانت قليلة تم تقليص هذا العدد إلى 50، حتى بالنسبة ل 50 سيتم إنجاز الانطلاق في 25، لأن عدد الطلبات لا يفوق 15 طالب لحد الآن. يعني هذا ال 50 سكن وحدة سكنية بالـ LPP، هل انطلقت الأشغال أم مازال انطلقت الأشغال؟ 25 وحدة انطلقت بها الأشغال، وين أما 25 الأخرى وحنا مازال ما انطلقتش منها الأشغال، وهذا نتيجة عدم توفر الطلبات. عند توفر الطلبات إن شاء الله نغنفالي تبدا الانطلاقه فيها ان شاء الله. نعم، طيب ما هي البلديات الاخرى بولايه غردايه يعني اللي استفادت من صيغ سكنيه؟ تحدثنا على بلديه غردايه، ما هي البلديات الاخرى اللي استفادت من حصص سكنيه معتبره؟ جميع البلديات بدون استثناء استفادت من برامج جد معتبره في اطار السكن، وخاصه التجزئات. نعطيك مثال، في متليلي في إطار التجزئات استفادت من 3000 وحدة إعانة، في القرارة 3200 إعانة، في بريان 1900، في المنيعة عندنا 2450، في حاسي القرارة 1450. نعم، إضافة إلى برنامج السكن الفردي السكن الريفي، السكن الريفي وين عرفت بلدية المنيعة ولا دائرة المنيعة تسجيل برنامج تاع 4186 وحدة إعانة جديدة. نعم، نأتي الآن للحديث عن صيغة عدل. مكتتبي عدل بغردايا يتساءلون عن مصيرهم، متى ستتم عملية التوزيع؟ لأنه 1000 وحدة سكنية من مكتتبي عدل ينتظرون مقررات تسليم سكناتهم، يوجد تأخير في تسليم سكناتهم. حقيقة كما تفضلت هناك تأخر في إتمام هذا البرنامج. ما هي الأسباب؟ وهذا من بين الأسباب هو أولا كاين بعض المقاولات التي كانت عاجزة، وقد تم فسخ الصفقات معها، وتم اختيار مقاولين آخرين والأشغال الجارية حتى يتم التسريع في الوتيرة. وكذلك من بين الأسباب التي آلت لتأخر هذا البرنامج هو انجاز اشغال التهيئه، اي التكفل باشغال التهيئه، وين عرفت ذلك هذا الجزء من الانجاز تاخر في التكفل، وين حد الان تم استدراك هذا التاخر، وان شاء الله سيتم الانطلاق فيها في اقرب الاجل ان شاء الله. نعم، اذا متى تحديدا متى سيتم الجزء الاكبر؟ نسبه الانجاز حد الان، نسبه الانجاز بدون تهيئه ريفات فاقت 82% من الإنجاز، يعني هل يمكن على مستوى البرنامج تاع 1000 خلال هذه السنة ان شاء الله جزء كبير
سيتم تسليمه إن شاء الله للمواطنين جزء كبير من البرنامج. ماذا عن الإضافة ب 166 سكن؟ يعني هل ستوزع مع الألف وحدة سكنية؟ أم لا هذا برنامج جديد تم تسجيله في إطار القانون المالية 2019. ونحن الآن رانا في مرحلة اختيار مكاتب الدراسات. وتم اختياره موقع ببلدية غردايا بحي بوهراوة. وسيتم الانطلاق فيه إن شاء الله قبل نهاية السنة، أي من حتى على 6 شهور أبري سيتم انطلاق في الأشغال، ولكن هذا سيتم توزيعه خالفا على البرنامج تاع 1000. يعني سيتم توزيع 1000 وحده سكنيه أولا نعم. ثم عند انتهاء من انجاز 1600 في المرحله الثانيه ان شاء الله. نعم. ومن بين المشاريع السكنيه التي وزعت على مستحقيها في السنوات الفارطه القطب الحضري الجديد ب 1500 وحده سكنيه بالهضبه ببلديه متليلي بصيغه العمومي الايجاري والذي اخذ حصه الاسد، وحتى في طريقه البناء لاحظنا انه بناء بمواد محلية. هل في سكنات يعني مما لاقى يعني استحسانا من قبل المستفيدين، هل في سكنات تكون يعني طريقة بنائها بمواد محلية تتلائم وخصوصية المنطقة؟ ونحن نعرف أن غردايا تتميز بطابع يعني معماري منفرد من نوعه. بالطبع كما تعرف في غردايا بدون شك راكي زرتيها وشتيها، بأن غردايا لها طابع معماري جد متميز ومصنف في عالمي، تصنيف تراث ما عالمي، وهذا باستعمال المواد المحلية. احنا في إطار سياسة وزارة السكن نشجع هذا الآخر، ومن أهدافنا والأهداف التي نعمل عليها هو تشجيع مثل هذه المبادرات، أي البناء بالمواد المحلية. نعم. تعرف بعض المشاريع السكنية تأخر في الإنجاز، ما هي الأسباب التي أدت إلى ذلك وكيف يمكن تدارك هذا التأخر؟ فرغم أنه في العديد من الصيغ السكنية إلا أنه احتياج المواطن للسكن لا يزال مطروحا، فما هي الأسباب وفي المقابل ما هي الحلول؟ الأسباب أهم الأسباب ما ذكرناها هي نفس الأسباب تاع السكن تاع البيع بصيغة البيع بالإيجار أي لاديال، هي أولا عجز المقاولات، كاين مقاولات عاجزة وقد تم إلغاء صفقاتها حيث كان عدد السكنات التي كانت متوقفة كانت فاقت 1000 وعاود انطلقنا فيها كجميعها، وكذلك التكفل بأشغال التهيئة وإن عرفت كذلك التأخر في التكفل بها، وتم استدراك هذا المشكل وهذا العجز مؤخرا، وإن شاء الله جميع السكنات المبلغة والمقررة توزيعها خلال الأسابيع القادمة جميعا قد تم التكفل بأشغال التهيئة. يعني كما ذكرتم في بعض الأحيان يكون تأخر في توزيع السكنات على مستحقيها يكون راجع إلى عدم استكمال التهيئة الخارجية، مثلا عدم ربطها بشبكات الكهرباء والغاز والماء إلى غيرها، لكن هل المواطن يبقى ينتظر سيدي من سنة إلى أخرى أنه تكون فيه تهيئة خارجية أنه وينتظر يعني سكنات تكون السكنات جاهزة؟ بالطبع احنا لا يمكن توزيع السكنات على المواطنين بدون اتمام. نعم انا هذه معك سيد بدون اتمام اشغال التهيئه. نعم. ولهذا فقط لكن ما الحل؟ فقط نعم. قمنا باستدراك جميع هذه التاخرات برئاسه تحت رئاسه السيد الوالي، وين هناك لجنه تقوم بالتنسيق مع جميع الاطراف، باسكو هذه الاشغال هي يدخل فيها جميع الأطراف وجميع القطاعات يتم تتكفل بالأشغال خاصة أشغال التهيئة، وإن كانت تعرف التأخر وتم استدراك جميع هذه التأخرات، وإن شاء الله سيتم استدراك هذا التأخر في أقرب الأجل. نعم. باختصار هل فيه مشاريع في الأفق على غرار الـ PPP والـ LPA باختصار؟ عندنا 3800 إعانة سيتم توزيعها ببلدية غردايا كما تفضلت في البداية، وعندنا كذلك هذوما وجميع السياق كنا هضرنا عليها. عندنا 500 ألبية جديدة وتسجيل جديد، وعندنا 1166
بصيغة البيع بالإيجار. شكرا السيد عبد الحليم ملاط مدير السكن بولاية غردية، شكرا جزيلا لك. شكرا لك سيدي على كل هذه الإيضاحات سيدي. بارك الله فيك. إذا مشاهدينا الكرام نأتي إلى الختام، أشكركم على حسن الإصغاء والمتابعة، والعودة إليك وسيلة وتتمة برنامج أركان أخبار الظهيره.